حبس حبس حبس، واش عارف بلي يمكن لك تدخل من تيم ومداخل شهريه محترمه بدون راس مالوهي بالهاتف ديالك فقط؟ وتابع معايا الفيديو باش تعرف كيفاش. الموقع ديال تيمو هو واحد الموقع ديال التجاره الالكترونيه اللي في الصين، كيمكن لك انك تشري منه المنتجات وتسوق منه كباقي المواقع مثل علي اكسبريس، جوميا، وعلي بابا، وامازون، وايباي وغيرها من المواقع العالميه اللي كنشريو منها وكنتقداو منها. ولكن الحاجه اللي ما كنتيش عارف هي انك يمكن لك تولي تدخل الفلوس. هادشي اللي غادي نعلمو لك في هذا الفيديو هذا. وما تنساش اننا غادي نديرو واحد المسابقه اللي غادي تكون واعره، خليك معايا باش تعرف كيفاش تشارك معايا في المسابقه اللي غادي تعجبكم وبزاف. الموقع ديال تيمو كما قلت لكم هو موقع ديال التجاره الالكترونيه وموقع موثوق 100%، فلذلك غادي نهضر لكم على تيمو افيليت ماركوسي، تسويق بالعموله في موقع تيمو. التسويق بالعموله في موقع تيمو سهل وبسيط جدا، ممكن اي واحد يديره ويربح منه. فانا غادي نشرح لك جميع الطرق اللي كاينه في الموقع باش انت تربح منه، وكل شيء بسيط، خاصك غير تتبع وتركز معايا. باش تدوز الفيديو، راه الا دوزتي الفيديو حتى نقول شي هضره مهمه بزاف وانتم كتبقاو تدوزوا الفيديو او ما كتكملوهش حتى للتالي، فراه كتضيعوا على راسكم واحد الفرصه وكتهبطوا وكتسولوني على شي حاجه انا ديجا شارحها في هذا الفيديو. ملي ربحت منه ودخلت منه الفلوس وانا راه درهم تندخلها من شي موقع كنشاركها معكم في هذا القناه، فلذلك راني تنقول لكم الا كنتوش مشترك راكم مضيعين عليكم بزاف ديال المواقع وبزاف ديال التطبيقات وبزاف ديال المسائل. بالنسبه لجميع الروابط غادي تلقاوها مثبته او التعليقات، وغتلقاوها نيت في صندوق الوصف. اول حاجه غادي ديروا غادي تنزلوا التطبيق، غادي تلقاوني كاتب لكم تحميل تطبيق تيمو، وغادي نحط لكم اللينك ديالو، وغادي تلقاوني حاط لكم التسجيل في الافيليت لتيمو، هذاك بوحدو وهذاك بوحدو. غادي تنزلوا التطبيق، حيت كاينين بزاف ديال التطبيقات نصابه راهم دايرين نفس السميه ديال تيمو وكيطلبوا من الناس الفلوس، فراه في الافيليت ديال تيمو راه ما كيطلبوش منك الفلوس، بالعكس هما كيعطيوك الفلوس وهما كيعطيوك فلوس باش تشري برودويات معاهم. لا كانت عندك مثلا قناه في يوتيوب او كان عندك انستغرام او كان عندك تيك توك، فهما كيعطيوك واحد منها كتوصل 300 دولار ممكن انك تتقدى بها وتشري بها منتجات وتولي تروج ليهم. كما قلت خاص يكون عندك يوتيوب ويكون عندك تيك توك وانستغرام، وانا نوريك كيفاش غادي تربطهم مع تيمو باش انت دوز في المراجعه، ومن دوز في المراجعه غيعطيوك واحد الفلوس وهذيك الفلوس غادي تمشي تشري بها منتجات وتولي تربح على ذيك المنتجات وتولي تربح حتى من الافيليت وتربح من بزاف الطرق اللي غادي نوريك في هذا الفيديو. فهنا فين كاين البونيس، فهذا كيتسمى افيليت بروجرام ديال الانفلونسور. بزاف الناس راه عندهم تيك توك في 1000 مشترك، ولكن خاصك تكون كتوفر على هاد الشروط. شنو هما الشروط؟ خاصك تكون انت ديجا كتحط محتوى وكتحط فيديوهات، يعني الفيديوهات كتحطهم داومين، ماشي انت عندك 1000 مشترك وماسح جميع الفيديوهات وغادي تدفع للمراجعه وما تقبلش وتقول هاد الشيء ما منوش. لا، راه انت اللي ما منكش، انت اللي ما خدامش على راسك. وشنو هما؟ واش يعطيو الفلوس لواحد ما تيلوحش فيديوهات ما عندوش كونتوني؟ راه ما يمكنش هذا الامر، راه ما مقبولش باش تكونوا عارفين اي حاجه. بزاف الناس تقبلوا حتى ما كنتش حاط كونتوني، بدا تحط كونتوني، بقى تحط فيديو مثلا كيغنوريك هذا الطريقه ديال الترويج اللي غادي تروج للمنتجات وتولي تدخل منهم الفلوس، ديرهم في الانستغرام ديالك، والانستغرام ديالك فيه 1000 ولا 2000 ولا هذا، وربطوا مع تيمو ان شاء الله بحول الله غادي تقبل 100%. فبالنسبه للناس اللي ما عندهم لا انستغرام لا تيك توك لا يوتيوب لا صفحه على الفيسبوك، فراه فيتكم بزاف د الحوايج باش غادي تروجوا لهاد المسائل هادو. فراه اول حاجه خاصها تكون عندكم يكونوا عندكم هاد المسائل هادو، لان فيهم غادي تروجوا. بالنسبه للصفحات الفيسبوك والجروبات اللي غادي تروجوا فيهم المنتجات، غادي نشاركهم معكم حتى هما في هذا الفيديو، غادي نوريكم كيفاش غادي تدخلوا لهاد الجروبات وتوليو انتم تنشروا المنتجات ديالكم وتحطوا الافيليت لينك ديالكم، واي زبون دخل على الافيليت لينك ديالكم ومشى شرا من تيمو غادي تاخذوا عليه واحد العموله. التسويق بالعموله راه ساهل، راه بحال شي سمسار. مثلا انا عندي واحد المنتج، هذا المنتج كنحطو لك تنقول لك هذا المنتج هذا راه الا مشيتي بعتيه انت كنعطيك واحد الافيليت لينك ديالك كنعطيك واحد العموله ديالك. هذا هو التسويق بالعموله، انا عطيك اوتوريزاسيون، راه ماشي ما داخلاش في داك اللي كتعرفوا نتوما بيع مالة تملك. بيع مالة تملك راه تيدخل في الدروب شيبين، ما تيدخلش في التسويق بالعموله، باش تكونوا كتفرقوا في هذه المسائل هادو. بالنسبه اللي بغيت نقول لكم، واحد الافيليت بروغرام راه ما تيحتاجش منكم راس مال ابدا، يعني راه تقدروا تروجوا المنتجات ديالكم عن طريق التسويق بالمحتوى اللي غادي نعلمكم في هذا الفيديو هذا. مهم باش ما تنساوش، اول حاجه تبقاو تطبقوا معايا المسائل كتخرجوا، باش ما يقولش يوتيوب انني تنخرجكم من يوتيوب وهكا راه ما يتريكومونداليش الفيديو. يعني انتم كتسمعوا الشرح وانتم تطبقوا معايا، الله يعطيكم السر باش هكا تريكوموندا الفيديو. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، ما تنساوناش من التعاليق ديالكم الزوينين، ما تنساوش من البارطاج باش كلشي يستافد من تيمو. انت ما غاديش تخلصو من جيبك وانا ما غاديش نخلصك من جيبي،
والاخر ما يخلصكش من جيبو، راه تيمولي تيخلص عباد الله. ما تكونوش محتكرين، ما تبقاوش تحتكروا المعلومه، وصلوا المعلومات لعباد الله. كما انا ندي الاجر وانتم تديو الاجر، نفس الاجر اللي تندي انا راه كتديو حتى نتوما فاش كتبارطاجيو. دونك اول حاجه قلت لكم هبطوا نزلوا التطبيق ديال تيمو هو الاول، انا نخلي لكم الرابط، ومن بعد غادي نوريكم الرابط الثاني غادي تلقاو التسجيل في الافيليات ديال تيمو انفلونسر، باش تكونوا عارفين هذا الشيء. يعني كاينين ثلاثه ديال الطرق باش غادي تخدموا بهم. اول حاجه غادي تضغط على الرابط المثبت او التعليقات، غادي يوجهك مباشره لهذه البلاصه هذه. انا راه كنشرح لكم بالحاسوب، راه كذلك في الهاتف، راه انا كنشرح لكم من جوجل كروم. ها هي، راه كل شيء عنده جوجل كروم في الهاتف. فاش غادي انستالي عندك لابليكاسيون وغادي تسجل بالجيميل ديالك، وغادي ترجع للفيديو وغادي تدخل تضغط على التسجيل في الافيليات، كتطلع لك هذه الصفحه. هذه هي هذه. اول حاجه شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو لهنايا فين كاينه هنا عندنا المغرب، غادي نحيدو المغرب وغادي نديرو شونج كانتري، وغادي نجيو للمروكو وغادي نردوها هنا في امريكان. غادي تقول لي علاش غادي نردوها امريكان؟ باش غادي نستافدو بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال العروض اللي كاينين في الافيليات هنا في اليونايتد، حيت كاينين افيليات في اليونايتد، كاينين بزاف ديال الافيليات. حنا دابا كنهضروا على الناس اللي عندهم قنوات وعندهم انستغرام وعندهم تيك توك، حيت الا خليتيها في المغرب ما غتستافدش من هاد الميزات هادو، وما غتستافدش من داك الفلوس اللي غادي تعطيك تيمو باش تشري بها، باش يمكن لك ان كتاخد داك المنتجات فابور، وتا الكوميسيون في ميريكان من كتردو ميريكان راه طالعه على الكوميسيون اللي في المغرب. غادي نديرو سويتش، غادي نقلبو للميريكان. صافي اون فوا غادي تقلب للميريكان هكا، شنو غادي ندير؟ غنفيرمي، ما نبرك على حتى شي حاجه، وغادي ندير ليف. ها هي ليف، نضغط عليها بحال هكا، وغادي نرجع للوراء. من بعد ما غادي نرجع للوراء ديك الساعه غادي نولي نكليكي على جيت ستارت. ها هي دابا من ولينا بالدولار، صافي غادي نديرو هنايا جيت ستارت، نضغطو عليها بحال هكا. ودابا عاد نتسجلوا بالجيميل ديالنا، غادي نديرو هكا جيميل نختاروه، وغادي نختاروا الجيميل ديالنا غادي ندخلو نتسجلوا به، ومن بعد غادي نديرو كونتيني، غنتسنى واحد شويه. صافي هكا احنا تسجلنا في الافيليات بميريكان، باش غنستافدو بزاف د المزايا، حيت الا خلينا في المغرب كما قلت لكم رجعوا للفيديو راني فايت شارحو، راكم ما غتستافدوش بزاف د المزايا الا خليتو في المغرب. كما كتلاحظوا هو قال لك يعطينا 8 دولار غير على الفيرست شير، يعني غير على اول مشاركه. غادي نضغط على فيسبوك بحال غادي ندوز واحد البارطاج للفيسبوك بحال هكا. صافي من نضغط على البارطاجي غندير فيرمي، وغادي ننتظر واحد شويه. صافي ها هو اعطانا 8 دولار، وكما لاحظتوا ها هي ضافت لنا هنا في العموله. اقل سحب باش غادي نسحبو من نضغطوا على ويدراو، ها هي راه المينيموم ديال الويدراو هو 20 دولار باش نسحبوها للبايبل ديالنا. دونك دابا هذا هو الافيليت ديالنا في امريكان. شتيها حنا عندنا الافيليت هنا، وعندنا البروغرام ديال الانفلونسور، وعندنا الهوت تيم، وعندنا انفيت افيليت. هنا غادي نضغطوا على انفلونسور، من بعد ما غادي نضغطوا على انفلونسور فهنا يمكن لنا اننا نربطوا القناه ديالنا او تيك توك ديالنا او الانستغرام ديالنا، واقل حاجه خاصها تكون عندنا هي 1000 مشترك. والعموله كما كتلاحظوا ها هي كتوصل حتى ل 300 ديال الدولار. شنو غادي نضغطوا؟ غادي نضغطوا على انفلونسور في هذا المكان هذا، نضغطوا عليها هكا، وغادي نجيو لهنايا ها هي اوتوريزي تو إلو، كنضغطوا عليها بحال هكا. كما كتلاحظوا عندك تيك توك غدير تيك توك وغدير اوتوريزي، وغتوتوريزي التيك توك ديالك. عندك يوتيوب غادي دير يوتيوب وغتوتوريزي اليوتيوب ديالك. عندك انستغرام غدير انستغرام وغادي اوتوريزي الانستغرام ديالك. دونك مثلا حنا عندنا يوتيوب، غادي نديرو يوتيوب وغادي نديرو اوتوريزي، بحال بحال راه نفس الخطوات، بحال يوتيوب بحال تيك توك بحال انستغرام، غادي تلاقيه مع تيمو انفلونسور كولابوراسيون. هذه الكولابوراسيون هذه اول حاجه اللي يمكن لكم انكم باش تستافدوا من واحد المنحه اللي كيعطيوها لكم تيمو، باش يمكن لكم انكم تشريو بها منتجات وتستافدوا بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش قلت لكم ردوه الميريكان. دونك غادي نكونيكتيو حنا القناه ديالنا، من بعد غادي نديرو كونتيني او انستغرام او تيك توك ديالنا. ها هي ساكسس. صافي دابا ربطنا القناه ديالنا او الانستغرام ديالنا او تيك توك ديالنا. من بعد غادي نتسناو هنا غايقول لك راه هي يور سوشيال ميديا، ها هي راه اندر ريفيو، يعني راه تحت المراجعه. من يدخلوا غايشوفوا المراجعه ديالنا، غايشوفوا بان عندنا لي فولورز 1000، وغايشوفونا باننا كنلوحوا محتوى، غادي يصيفطوا لنا واحد الكوميسيون كما صيفطوا لي انا في هذا المكان هذا. ها هي صيفطوا لي 120 ديال الدولار في هذا المكان هذا، وهاد 49 دولار هذه انا
ربحتها كوميسيون من الافيليت، ها هي 49 بوحده، ولكن هاد 120 دولار عطاوها لي هما. ها القناه ديال اللي فين رابطها باش ما نسحبكمش انكم لا ربطتوا ولا شي حاجه، راه كاينه شي حاجه. لا بالعكس، هما باش يراجعوا وباش تكونوا نتوما ديما معاهم في كولابوراسيون. هادي راه بالنسبه للناس ديال اليو جي سي، راه يمكن لهم يخدموا كولابوراسيون مع تيمو. من بعد المراجعه 4 ايام 5 ايام تقدر تاخذ حتى 14 يوم الماكسيموم، او تيصيفطوا لك واحد الميساج في الجيميل تيقول لك بانك تقبلتي معنا في لانفليونسور. هادو بالنسبة قلت لكم الناس اللي عندهم تيك توك وعندهم انستغرام وعندهم يوتيوب فيهم متابعين كيديروا هاد الخطوة هادي، حيت عندهم هما واحد لافونتاج على بزاف الناس اللي ما عندهمش هاد المسائل هادو. فذلك اللي ما عندوش هاد الشيء، هاد يوتيوب وما عندوش انستغرام وما عندوش تيك توك، غير يمشي يصاوبهم، حيت راه غادي يساعدوه بزاف. وغادي تكون عندك واحد الحاجه اللي غادي تربح منها هنايا، هاد الكومبين، هاد لي كومبين راه فيهم واحد الارباح، راه ما تخيلش شحال الارباح اللي غادي يربحوا الناس اللي عندهم هاد المسائل هادو، باش ديما هما راه عندهم افونتاج على الناس اللي غادي يخدموا غي افيليت عادي هنايا في الهوت تيم. هنا في الهوت تيم راه افيليت، هنا راه فيه كاين ارباح، راه كتربح 12 دولار، هي 10 دولار على البياسه، هي كوميسيون، هالكوميسيون ديالك هنا 13 دولار، اي كاين ارباح. ولكن هنا ما تحتاجش تسوق ابدا. فاللي كيكون عنده فاش كتدخل في هذا البروغرام ديال الانفلونسور ما تحتاجش تسوق كاع لذاك المنتجات او هذا، كدير غير واحد الفيديو كتحطو عندك بوست في الانستغرام او في يوتيوب او في هذا، من كدير ديك الفيديو كتدخل معاهم في هذا الكومبين هادو. كتدخل الكومبين مثلا، انا راني داخل لواحد لي كومبين، ها هما شي، هنا الكومبين الاولى دخلت لها ها هي سامبل امبروفيد، ها هي. والكومبين الثانيه انا دخلت لها ها هي سامبل امبروفيد. فهنايا صافي كنصاوب غير واحد الفيديو، مثلا كنصور واحد المنتجات ديال تيمو اللي خديتهم من تيمو، او حتى ما كانوش عندي منتجات كنمشي كنقلب على ناس من تيك توك او في يوتيوب او في انستغرام شراو منتجات في تيمو، وكناخذ داك الفيديو ديالهم وكنعدل عليه وكندخل كنصيفطو لهم هنايا. دابا موراها غادي نشرح للناس اللي ما عندهمش هذا الشيء كامل حتى هما راه غيستافدوا. خليكم معايا في الفيديو حيت راه بزاف فيه بزاف مي بزاف ديال المسائل اللي يمكن لكم تربحوا منها. بالنسبه للناس اللي غيدخلوا في هذا الانفلونسور، من غادي تصاوب واحد الفيديو مثلا تقبلتي هنايا صيفطوا لك فلوس، ممكن انك تشري بها. رجع للفيديو الاخر اللي كنت شرحته باش تعرف كيفاش غادي دير تشري، انا راني شارح كل شيء. دابا غنشرح كيفاش تدخل لهاد لي كومبين هادو. مثلا انا غادي نمشي للقناه ديالي ديال يوتيوب او انستغرام او تيك توك. فاللي ما عارفش الانستغرام ديالي، ها هو الانستغرام ديالي، هو هذا، هو هذا. دخلوا كتبوا برهماني عمر، انا نخلي لكم اللينك حتى هو، دخلوا وديروا فولو، ولا عندكم شي سؤال او اي حاجه يمكن لكم تسولوني هنايا، وراني غادي ندير لكم بزاف ديال الحوايج اللي غادي تستافدوا منها في الانستغرام، وبزاف ديال المسابقات غادي نديروها ان شاء الله بحول الله في الانستغرام. مثلا انا هذه شريتها من تيمو، انا كنعطيكم غير ميت، هذه شريتها من تيمو، هاد السبرديله شريتها من تيمو، غادي ندير عليها فيديو بحال هكا. وشنو غادي نجي؟ غادي ندير هكا، غادي نجي ندير اللين هكا، وغادي ندير هكا كوبي لينك، ها هو غنكوبي اللينك وغادي نرجع لتيمو، وغادي نجي القى هنايا ال كومبين، ها هما كما كتلاحظوا كاين هاد لي كومبين. مثلا هادي ها هي، مثلا انا شريت من عندهم سبرديله ودرت لها ريفيو، هذيك هو الريفيو اللي درت لهم ديال السبرديله. غادي ندير هنايا جوين تو ايرن، ها فين ندير جوين تو ايرن، وها فين كما كتلاحظوا غادي نضغطوا على ها هي جوين، ندخلوا الكومبين، تسجيل في الكومبين. كما كتلاحظوا انا مثلا درت لهم فيديو في يوتيوب، غنختار يوتيوب، درت لهم فيديو في انستغرام غندير انستغرام، درت لهم فيديو في تيك توك غندير تيك توك. دابا انا عطيتكم مثال بانستغرام، هذا هو الانستغرام. هاد المسائل هادو خاصك دير لهم كوبي لينك، وغادي ترجع للفيديو ديالك اللي شرحناه، وغادي تجي لهنا وغادي دير له موديفي، غنموديفيو على الفيديو، حيت قبل ما نلوحوا الفيديو خاصنا نكونوا موديفين عليه بهاد المساله هادي، نكونوا حاطين ها هي ايديت، نضغطوا على ايديت وغادي نديروا هاد المساله هادي، غنديروا كولي لذاك الشيء اللي هزينا ديال تيم. واو كما كتلاحظوا غادي نديرهم هنايا وغادي نديروا دون، ومن بعد ديك الساعه عاد نكوبيو الفيديو ديالنا، ها هو نولي نديروا له كوبي لينك، عاد نجيو لتيمو، عاد نجيو لتيمو، نجيو ديك الساعه نديروا سابميت لينك، نضغطوا عليه بحال هكا، نديروا ابلود سامبل بحال هكا، وغادي نديروا ابلود سامبل، وغادي نديروا ابلود فيديو. هنا قال لك واش تلوح لهم الفيديو ديريكت ولا تعطيهم غير اللينك، حنا ندير لهم غير اللينك. ها فين ها فين كما كتلاحظوا انا قالوا لي راك ملاقي يوتيوب، راه خاصك تعطينا يوتيوب.
كنتي ملاقي انستغرام غتعطيهم فيديو في انستغرام، كنتي ملاقي يوتيوب غادي كنتي ملاقي تيك توك غادي تعطيهم فيديو ديال تيك توك. دابا انا غير كنعطيكم مثال بانستغرام او يوتيوب او هذا، حيت انا مازال ما درتش فيديو في انستغرام وبزاف الناس عندهم انستغرام، وغادي ندير سابميت سامبل. صافي لقيتي يوتيوب دير فيديو في يوتيوب، لقيتي انستغرام ديالك معاهم دير فيديو في انستغرام، لقيتي تيك توك ديالك دير لهم فيديو في تيك توك ودير سابميت سامبل، وانت دخلتي للكومبين. وهاد الكومبين هادي راه تيعطيك فيها بزاف ديال المزايا غادي تربح منهم. شحال غادي تربح في هاد الكومبين هادي؟ ها انت كما كتلاحظ راه البوست الواحد راه عليه من 25 دولار حتى ل 50 دولار كاش كيعطيوها لك، ما كتضافلكش هنا باش تشري، كتضافلك هنا يمكن لك تسحبها. ها فين كتضاف لك في هذا المكان هذا كيمكن لك تسحبها، كدير ويدراو كما قلت لكم المينيموم باش تسحب راه هو 20 ديال الدولار. دونك انا راه عندي هنا اكثر من 20 ديال الدولار، راه عندي 49 دولار راه بيندين في الانتظار. صافي دابا هادو في البيندين هما في الانتظار، ان فوا كيدوزو من الانتظار في المراجعه كيضافوا لي هنايا. دونك مادام تضافت لي الفلوس هنا الا عرفها راه غتضاف لك هنايا، الا ما تقبلاتش راه ما غتضافلكش هنا في هذه البلاصه. باش كتعرفها تقبلات ولا ما تقبلاتش راه مين كتجي انفلونسور وكنجيو للجوين كومبين ديالنا اللي درنا لي كومبين، كنجيو لهنا كنلقاوهم امبروفيد، ها هما بالخضر يعني ها هما مقبولين. شتي دابا هنا راه الفيديو مقبول، من تلقاها بالاحمر اتعرف بان الفيديو راه ما تقبلش، ممكن تعاود فيديو واحد اخر وتقاد المسائل ديالك وتصيفط. هذا بالنسبه لهذا البروغرام هذا. هذا شوف هذا راه تربح من هذا، هذا نوريكم كيفاش تربحوا منه. كل بوست حط بوست الاول حط بوست الثاني بوست الثالث ثلاثه ديال البوست، كل ما شاركتي بزاف كل ما عندك كل ما غادي تربح بزاف. راه كاين البوست عاوتاني الرابع راه تعطيوك من 10 دولار كاش وكيعطيوك 25 دولار، شوف شحال شوف شحال. يعني هنا راه تقدر تربح بزاف غير في هذا البروغرام ديال الانفلونسور هذا، افيليت انفلونسور. بالنسبه الناس ما عندهمش 1000 مشترك وما عندهمش هذا، ممكن انهم يخدموا بهذه الطريقه هذه. شنو هي الطريقه اللي يخدموا بها؟ هي هذه الاولى. هذه الطريقه هذه راه سواء الناس لي انفلونسور او ماشي انفلونسور بجوجكم خدامين لكم. اول حاجه غادي تاخذوا مثلا فيديوهات. منين نجيبوا فيديوهات؟ حنا نمشيو للتيك توك باش ناخذوا فيديوهات، او خلينا في انستغرام ناخذوا منه الفيديوهات. نمشيو هكا الانستغرام، نجيو للسيرش ونقلبوا على تيمو. ملي نقلبوا على تيمو غادي نلقاو تيمو، هذا هو هذا الاوفيسيال كونت ديالهم. ها انتوما هذا كيفاش غادي تربحوا؟ عاوتاني بالطريقه الثانيه، بالترويج بالمحتوى. مثلا هنا عندنا لي ريلز، هاد الريلز هادو اش ناخذ شنو غادي نديرو؟ ها انتوما مثلا هاد البرودوي هذا، ها هو هاد البرودوي هذا كاين في تيمو، ها هو هاد البرودوي راه كاين في تيمو. غادي نحملوا هاد الفيديو هذا، غادي نتيليشارجيوه. كي غادي نديرو نتيليشارجيو هاد الفيديو هذا، غادي نجيو لهنا وغادي نديرو له ضغط وغادي نديرو كوبي لينك وغادي نمشيو لجوجل نكتبوا تيليشارجي فيديو انستغرام. ملي نضغطوا على تيليشارجي فيديو انستغرام يعطيونا بزاف ديال المواقع اللي يمكننا اننا نتيليشارجيو منهم. كما قلت لكم هذا راه خدام اللي خدام في بروغرام انفلونسور، واللي ما خدامينش في بروغرام انفلونسور هذه خدام لكل شيء، اي واحد ممكن انه يستافد منها. احنا حطينا اللينك ديال الفيديو نديروا له تيليشارجي ام بي 4 هكا. احنا تيليشارجينا دابا الفيديو، ها هو كيتيليشارج عندنا الفيديو، ها الفيديو ديالنا واجد. شي طريقه ديال الترويج راه طريقه راه بسيطه وسهله، راه خاصكم غير تكونوا ذكيين. مثلا انا دي الصفحه ديالي ديال الفيسبوك، عندي انا هذه هي الصفحه ديالي ديال الفيسبوك. شنو غادي ندير؟ غادي نجي غادي نحمل الفيديو هذا اللي تيليشارجيت، انا كتحطوه في الانستغرام فين ما بغيتي تحطوه. حطوا هذا الفيديو هذا، غادي نهزو حنا الفيديو نحطو حنا عندنا في الصفحه. هادشي كينطبق على كلشي. دابا انا تنعطيكم مثال، من بعد انا نوريكم كل حاجه فين تسوقوا لها. نديرو فيديو خاص بالتسويق في تيك توك، نديرو فيديو خاص بالتسويق في يوتيوب، نديرو فيديو خاص بالتسويق في كل حاجه غادي نعطيوها حقها. دابا انا كنعطيكم مثال حيت الفيديو راه غيجي طويل شي شويه. دابا حنا من خدينا الفيديو درناه هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو للانستغرام وغادي نقلبو على هاد على هاد على هاد البرودوي هذا، نقلبو عليه. شنو سميتو؟ ناخدو هاد الاسم هذا كامل
من ناخذوا هذا الاسم هذا كامل غادي نرجعوا لتيمو وغادي نجيو لهنايا الهوت ايتيم نضغطوا عليها بحال هكا وغنجيو للسيرش فين فهاد السيرش وغادي نكوليو هذا اللي هزينا هذا الاسم ونديروا عليه السيرش باش نقلبوا على ذاك البرودوي البرودوي هو هذا هو هذا البرودوي اللي درناه في الفيديو او هو هذا المهم راه تقريبا بحال حنا نقلبوا على البرودوي اللي هو النيت اللي كيما في الفيديو هو هذا اللي في الفيديو دابا هذا هو البرودوي اللي حنا هزينا الفيديو غنجيو غنضغطوا على شير من نضغطوا على شير ها هما عطاونا بشحال داير في الثمن وعطاونا بكل شيء شنو غادي نديروا حنايا غادي نديروا كوبي لهذه المساله هذه كامله هكا نديروا كوبي لينك ها هو تكوبا عندنا وغادي نرجعوا لفين حطينا حنايا البرودوي وغنجيو لهنا وغادي نديروا كولي ها هو هذا اللينك باش غادي يدخلوا الناس يشريوا هذا البرودوي هذا ولكن احنا باش نشجعوا الناس يشريوا هذا البرودوي هذا ضروري خاصنا نكوبيو هذا الشيء هذا كامل هكا وناخذوا هذا الشيء هذا ونديروا له هنا نقدروا بحال دابا الا كنا غنستهدفوا عندنا هي المغاربه وعندنا هي العرب نقدروا نديروا تراديكسيون غنقلبوا بغينا نستهدفوا الاجانب نخليو داك الشيء بالانجليزيه هكا ونقلبوه للعربيه ها هي هادي وغادي نديروا لا كوبي ها هي ونرجعوا فين حنا حاطين البرودوي هكا غنديروا هكا ونديروا هذه المساله هذه ونديروا له هكا ها هي مكنسه كهربائيه ها هو السعر ها هو وغنزيدوا هنايا واحد المساله واحده اخرى غادي نديروا هنايا اشتري الان الرابط كما كتلاحظوا ها هي النتيجه هي هذه مكنسه كهربائيه محموله قويه بكذا وهذا وهذا وكنعطيو الوصف ديالها وكنديروا اشتري الان اضغط على الرابط وكنديروا بوست كنحطوا البوست ديالنا من بعد ما كنحطوا البوست ديالنا تنتشر البوست ديالنا صافي الناس كيشوفوه تيضغطوا على الرابط كيدخلوا لتيمو تيشريو البرودوي وانت كتاخذ الكوميسيون ديالك اللي الكوميسيون ديالك هي راه محددينها لك في هذا المكان هذا كما كتلاحظ هو مثلا دير 39 دولار فراه الكوميسيون ديالك 7.81 دولار واللي كتعتبر تيمو هو افضل واكثر موقع تيعطي عموله على اللي حد الان انا شوف التسويق بالعموله فين ما كان ما كاينش ما احسن من الموقع ديال تيمو في التسويق بالعموله كيعطيك كوميسيون كبيره بزاف ما كاينش بحاله ما كاينش منافس ديالو في التسويق بالعموله هكذلك ومثال في جميع هذا الشيء هذا ممكن انك تسوق له بطريقه هكا غادي تمشي تقلب على البرودوي انا دابا انا عطيتكم غير مثال مثلا عاوتاني انايا بغيت عجبني شي برودوي واحد اخر وبغيت نسوق ليه منين نمشي نجيب له الفيديو ديالو راه ماشي تسوق غير بالفيديو راه ممكن تسوق غير بالتصويره مثلا هاد الجاكيت هادي وانا نسوقو لها شنو غادي نديرو غادي نقوم بالتحميل في جميع هاد الصور هادو من بعد ما غادي نحملو هاد جميع هاد الصور هادو عندنا في الهاتف ديالنا او في الحاسوب ديالنا مثلا ندير لهم حنايا سوفغاردي هكا وغادي نوليو نرجعوا لتيمو وغادي نوليو نجيو لهنايا وغادي نوليو نرجعوا الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك الصفحه ديالك ديال الفيسبوك راه خاصك تكون عاوتاني مجمع فيها الناس جمع فيها الناس مهتمين بالشراء ولا ما كانوش عندك الناس مهتمين بالشراء شنو غادي دير انا نوريك شنو غادي دير دابا انا نوريك كيفاش غادي دير تروج عاوتاني نفس المساله غادي نمسحوا دابا هذه المكنسه الكهربائيه ونحيدوا علينا هذا الفيديو هذا وغادي نقوموا بتحميل الصوره ديال من بعد ما كنحملوا التصويره ديالنا مثلا كنوليو نديروا اد فوتو وكنوليو نهزوا الصوره وكنحطوها كذلك وكنوليو نرجعوا للموقع ديالنا ديال تيمو وكنرجعوا لهنايا الافيليت وكنديروا شير عاوتاني وكنكوبيو هذا الشيء هذا كامل ها هو ما عطينا كوبي كنكوبيوه وكنحطوه في هذا المكان هذا انا كما وريتكم مثلا راه الصوره حنا دايرين هذه الجاكيت هنا وكنحطوا هكا المسائل في هنايا اولا كنا غنستهدفوا عاوتاني الناس العرب ضروري نديروا التراديكسيون لهذا الشيء هذا غنجيو لهنا لجوجل تراديكسيون وغادي نديروا هكا وغادي يعطينا الترجمه ديال هذا الشيء وغادي نكوبيو هذا الشيء وغادي نحطوه في بلاصه
هذا الشيء كما قلت لكم كنت غتستهدف الاجانب، تستهدف الاجانب باللونجلي، كنت غتستهدف العرب غادي تستهدف العرب باللغه العربيه، وهكا غادي تسوق المنتجات ديالك بطريقه سهله وكل شيء. غادي تقول لي دابا انا عندي صفحه وما عنديش فيها متابعين اللي مهتمين بهذا الشيء، شنو غادي دير؟ غادي تجي غير لهنا للسيرش وغادي تكتب تيمو، هما يعطيوك بزاف ديال المجموعات ممكن انك تنضم ليها، وفاش تنضم لهاد المجموعات هادو غادي تنشر نتايا الرابط ديال الصفحه ديالك، وغادي تقول لهم انا راني كنجيب اخر ما كاين في التخفيضات وفي لي كود كوبون اللي تيكونوا عندنا، وهكا غادي تجيب متابعين الصفحة ديالك او الانستغرام ديالك او التيك توك ديالك بالناس اللي مهتمين بالشراء من تيمو. راه فراكين هنا بزاف ديال المجموعات، وثاني حتى في المجموعات راه هنا في المجموعات هما كاتبين بحال دابا هاد الناس ما عافاكم عطوني شي كود تخفيض يلاه تيليشارجيت تطبيق تيمو، غادي تعطيهم حتى الكود ديالك الكوبون، ها هو ممكن هو تربح منه، ها هو جينا الكود كوبون، غادي نجيو للافيليات ها في الاولى، غادي ها هو الكود كوبون فيه 100 دولار، ها هو غادي تدير له كوبي، ها هو كما كتلاحظوا غادي تقول لها تعطيها كوبي، غادي دير كوبي كود ها هو، وغادي تجي تعطيها الكود كوبون ديال التخفيض، وفاش تعطيها انت الكود كوبون ديالك هكا تحطوها هو من غادي تحط الكود كوبون ديالك، واي واحد دخل بالكود كوبون ديالك ديال التخفيض فراه الموقع ديال تيمو سيعطيك واحد الكوميسيون كما كتلاحظ ها هي، هو كيعطيه تخفيض ديال 100 دولار، واخا يكون مثلا شاري 200 دولار تبقى له 100 دولار خاصو يخلصها، كان شاري 300 دولار غتبقى له غير 200 دولار خاصو يخلصها، فهكا هو كيستافد وانت كتستافد انت من الكود كوبون، ها هو ممكن انك تشارك ممكن انك تربح منه كذلك. ومثال مثلا فاش تبغي تسوق عاوتاني بالمحتوى ديالك اللي غادي ديرو في الانستغرام وفي تيك توك وفي هذا اللي دايرينو بزاف الناس اللي غادي نوريكم في تيك توك، غندخلوا لتيك توك.com من كنجيو لتيك توك تنقلبوا على تيمو، ها هي كنكتبوا تيمو غادي نلقاو بزاف الناس هما دايرين فيديوهات، ها هو ضرب لها 698 ك، هذا ضرب لها 191 ك، هذا ضرب لها 119 ك، كما كتلاحظوا تقدروا ديروا فيديوهات بحال هادو بلا ما تبانوا وتنشروا الكود كوبون ديالكم هنا، او ممكن نيت تروجوا لذاك المنتجات اللي وريتكم انايا من هنا في هذه القضيه ديال الهوت تيم، من هنا تروجوا للمنتجات تقلبوا على الفيديوهات في هاد المنتجات، اي منتج تقلبوا له على الفيديو ديالو ولا تصاوبوا له فيديو نتوما، باش تقلبوا على الفيديو كتكوبيو غير السميه، مثلا انا بحال دابا بغيت نقلب على الفيديو ديال شي واحد واصلا كتلقاو حتى تيمو راه داير فيديو، مثلا هاد السبرديله انا بغيت نروج لها هانتوما الا لاحظتوا بحال دابا جينا ها هو تيمو راه داير فيديو، ها هو هاد الفيديو هذا ها هو ممكن انك تيليشارجيه، وممكن انك تقلب عليها كاع في يوتيوب هكا، الا درنا هكا وخدينا هذا ودرنا كوبي نمشيو ليوتيوب نشوفوا واش حاطين فيديو على هذا، ونقدروا نحطوه حتى حنا في تيك توك ونروجوا مثلا بالفيديو هذا، ونديروا الكود كوبون ديالنا في الفيديو، ونديروا مثلا الرابط ديال تحميل التطبيق ديال الفيديو، كما كتلاحظوا هما السبرديلات كاينين بزاف، غادي تشوف داك السبرديله واش هي هذه شي وحده اللي بحالها مثلا هذا، وغادي تروج لداك السبرديله غادي تيليشارجي الفيديو وغادي تروج ليه في التيك توك، وغادي دير مثلا هنايا غادي دير شير الافيليت لينك مثلا هذه ديال السبرديله اللي غنروجوا لها، نفس المساله غادي دير شير وغادي تهز هاد المسائل هادو وغادي ديرهم في التيك توك ديالك في اول تعليق، او اللي سولك صيفط له مثلا بنادم صيفط لك ميساج قال لك راني بغيت نشريها صيفط لك ميساج وكوبي اللينك وصيفطو له، من الاحسن كتكوبيه وكديرو في الاول ديال التعليقات والناس كيدخلوا مباشره وتيشريو المنتوج، هكا كتاخذ الكوميسيون ديالك. بالنسبه دابا وريتكم بالتسويق كل شيء كيفاش غادي تسوقوا المنتجات ديالكم، وريتكم كيفاش غادي ديروا بزاف د الحوايج، دابا راني عطيتكم غير لمحه، وباش ما نزيدوش نطولوا الفيديو تسناو الفيديو اللي غادي نزيد نشرح لكم، مثلا انا كل فيديو غندير لكم التسويق عبر تيك توك لتيمو غندير لكم فيديو بوحده، وندير لكم التسويق في اليوتيوب لموقع تيمو غندير لكم فيديو بوحده، وندير لكم التسويق في الانستغرام لمنتجات تيمو، هكذا ومثال، وغنبقى ندير لكم كل فيديو ان شاء الله بوحده. ما تنساوش اللايكات ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الماكسيموم باش يستافدوا الناس، ما تنساوش هذا الشيء كامل. وبالنسبه للسحب ان شاء الله بحول الله انا غادي نسحب الفلوس، دوز لي من البيندينغ غادي تدوز لي لهنايا وغادي نسحبها ان شاء الله بحول الله،
وغادي نشارك معكم حتى السحب ديالي، وغادي نشارك معكم طرق واحده اخرى اللي غادي تربحوا منها حتى هي، حيت راه هذا الشيء راه اللي وريتكم راه غير شويه، مازال بزاف ديال الطرق اللي غادي تربحوا منها. داكشي باش نقول لكم شاركوا في القناه وباش تسناو تكونوا نتوما من الناس الاوائل اللي يمكن لكم تربحوا من تيمو، ونوريكم بزاف الطرق اللي غادي تروجوا به. وباش تشارك معايا في المسابقه ما عليك الا دير لايك الفيديو، تهبط للتعليق وتخلي تعليقات، وتبارطاجي هذا الفيديو في الواتساب، ميسنجر، في جروبات فيسبوك، اي بلاصه بارطاجي هذا الفيديو الماكسيموم ديال البارطاج، وتكون من المشتركين في القناه. والنهار اللي غادي نسحب من تيمو، اول سحب ديالي من تيمو ان شاء الله بحول الله يوصلني السحب، غادي نعلن على الفائز ان شاء الله، وغادي نهزو من التعليقات وغادي نعلن على الفائز في الانستغرام. فلذلك دخل عندي الانستغرام باش عارف اي جديد واي فيديوهات الجديد ديال الفيديوهات راني غادي نبقى نعلن عليهم في الانستغرام. وبالنسبه للترويج واي حاجه اللي بغيتوها تما قولوها لي، وانا ان شاء الله بحول الله غادي نقاد لكم فيديو. ما تنساوش انكم دخلوا عندي لتما جميع مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كان باغي شي حاجة بالنسبة لسواء للتعليم او بالنسبة لتحقيق شروط يوتيوب او تحقيق شروط ديال الفيسبوك، ما عليك الا تواصل معايا في الواتساب وانا غادي نقوم بهذا الشيء هذا ان شاء الله بحول الله. ولكن التعليم وهذا الشيء راه كيكون بمقابل مدفوع.